بسم الله الرحمن الرحيم. قد يقول متفلسف يسألك سؤالا محرجا، وقد سئلت غير مرة هذا السؤال: هل الله قادر على أن يوجد له شريكا؟ فينبغي التريث في مثل هذا الجواب، لا يجاب لا بنعم ولا بلا، ولكن يقال إن قدرة الله تعالى لا تتعلق بهذه المستحيلات، لأنها لا تليق بالله تعالى، لا لأن الله عاجز عن إيجاد هذه الأشياء. هذا هو الجواب.